بعد ما عملنا السنترال موديل هبتدي دلوقتي اعمل اللوكال فايل، ودي الستيب الثانيه اللي بشتغل فيها في الورك شيرنج. ايه هي الستيب اللي بعد كده؟ ببتدي اعمل اللوكال فايل. طيب عمل السنترال موديل في كام بني ادم؟ هو اللي عمل السنترال موديل من التيم هو واحد بس اللي عمل السنترال موديل من التيم هو واحد بس. طب اللوكال فايل مين اللي هيعمل اللوكال فايل؟ كل ممبر او كل عضو في التيم هو اللي هيعمل اللوكال فايل بتاعه. كل ممبر او كل عضو في التيم هو اللي هيعمل ايه؟ اللوكال فايل بتاعه. طيب عرفنا من الفيديو اللي قبل كده ان الكرييشن بتاع السنترال موديل بيتحط على السيرفر وليه طريقه تسميه زي ما عملناها. فالريفت بيديني سماحيه ان انا احط الاسم، مش بس احط الاسم ده، انا كمان احط الباث بتاع السنترال موديل. طب حد هيسال سؤال دلوقتي، هل نفس الكلام ده متكرر في اللوكال فايل؟ الاجابه لا. طيب لا يعني ايه؟ يعني هناخد حاجتين، الباث فين والاسم ازاي، الباث او المسار بتاع السيفنج فين وكمان الاسم ازاي. طيب المسار نبتدي بيها، وهو ان اي لوكال فايل بيتعمل له كرييشن من خلال اليوزر اللي موجود في التيم بينزل في حاجه اسمها ديفولت باث. بينزل في حاجه اسمها ديفولت باث، يعني هو باث ثابت بينزل فيه اللوكال فايل ده. طيب سؤال، لما اجي هعمل موديل تاني هل هحتاج ان انا اغير الباث ده؟ الاجابه لا مش لازم. طيب هل اي موديل هعمله كل ما اعمل منه لوكال فايل هينزل في نفس الباس اللي انا بحدده؟ ايوه بالظبط. طب هميز منهم بيهم ما بينهم وما بين بعض ازاي؟ من اسم الموديل نفسه. من اسم ايه؟ الموديل نفسه. طيب السؤال بقى، طب انا اعرف الباس ده ازاي؟ سهل جدا جدا، هنيجي على السهم ده كده اوكي، وبعدين فايل اوبشنز، هنلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ فايل لوكيشنز، وبعدين هبص هنا حاجه هي اسمها ايه؟ ديفولت باث فور لوكال فور يوزر فايلز. يوزر فايلز او لوكال فايل، كلمه يوزر فايل هي بالظبط بتساوي كلمه لوكال فايل. فهو ده الباث بتاع اللوكال فايلز او اليوزر فايلز. حلو كده؟ طيب هنا ممكن يكون مختلف عند حضراتكم، ليه؟ لان انا غيرته. طب اللي عندكم ايه؟ طول ما احنا ما غيرناهوش الباث ده هيفضل يروح على ماي دوكيمنتس. الباث بتاع اللوكال فايلز هيفضل يروح على ماي دوكيمنتس. طيب حلو جدا، عايز اغيره هعمل ايه؟ كليك براوز وشوف انت هتحطه فين. طب احطه فين دي بقى تبقى ايه؟ هقول لك الباث بتاع اللوكال فايلز يفضل ان هو يبقى على الكمبيوتر بتاعك. الباث بتاع اللوكال فايلز يفضل يبقى على الكمبيوتر بتاعك، مفيش لزوم ان انا احطه على السيرفر عشان ما اكبرش مساحه الموديل بتاعي على السيرفر. حلو قوي، مرة تانية عرفنا الباس ده ازاي؟ بصوا كده، فايل اوبشنز فايل لوكيشنز، ادي اهو ديفولت باث فور ايه؟ فور يوزر فايلز. كليك اوكي، كده احنا خلاص عرفنا اجابة لأول سؤال، ايه هو؟ اللي هو الباس. طب الاسم ايه اللي بيحصل؟ الاسم بتاع اللوكال فايل، هل انا بحتاج ان انا ادي انبوت او اغير في اسم اللوكال فايل؟ الاجابة برضو لا. طب لا يعني ايه؟ لا بمعنى ان احنا لما عملنا السنترال موديل ادينا اسم للسنترال موديل، عملنا نيمنج للسنترال موديل. طيب وبعدين في اللوكال فايل هو بياخد ايه؟ بياخد اسم السنترال موديل اندرسكور مين؟ اندرسكور اليوزر نيم. اندرسكور مين؟ اليوزر نيم. طب مين اليوزر نيم ده؟ جه منين؟ بص كده برضو نعرفه ازاي؟ تحت فايل اوبشنز جنرال هلاقي هنا اهو اليوزر نيم ده. هلاقي هنا ايه؟ اليوزر نيم ده. طيب عظيم جدا جدا جدا، يبقى ده اليوزر نيم. يعني معنى كده لما اجي اعمل لوكال فايل، بصوا كده في بالمنظر ده كده اوبشنز يوزر نيم، ده اليوزر نيم. حلو قوي. طب معنى كده ايه؟ لما اجي اعمل لوكال فايل هيبقى اسم السنترال موديل هو اللي هو كان اسمه ايه لو احنا فاكرين؟ تريننج سنتر داش سي ام داش ار 21، وبعدين هيبقى بعد كده اندرسكور اليوزر نيم ده. اندرسكور ايه؟ اليوزر نيم ده. حلو جدا جدا، يبقى كليك اوكي، وبعدين نيجي على نفتح بنعمل بقى السنترال موديل ازاي؟ اسف نعمل اللوكال فايل ازاي؟ نعمل اللوكال فايل عن طريق فتح السنترال موديل. طب ازاي؟ انت قلت لنا في الفيديو اللي فات انا ما ينفعش افتح السنترال موديل، ده مظبوط 100% صح. طب امال انا هعمل ايه؟ هعمل ان هفتح السنترال موديل، او السنترال موديل لما باجي افتحه بيبقى لغرضين. اول واحد بغرض اني اعمل لوكال فايل زي ما هنشوف كمان شويه، والغرض التاني اني افتح السنترال موديل. الحقيقه في سبب تالت ان انا اعمل ديتاتش للسنترال موديل، ودي هنشوفها بعد كده بنعملها ازاي.
يبقى فتح السنتر للموديل لسبب من التلاتة. ايه السبب من التلاتة؟ يا اما اني بفتح السنتر للموديل بغرض عمل لوكال فايل، او بفتح السنتر للموديل لغرض ان انا بعمل ديتاتش بفصله لسبب مثلا ان انا عايز اركايف التسليمه، او ان انا عايز اخد كوبي مثلا من الموديل ده عشان يتبعت مثلا للكلاينت. السبب الثالث هو فعليا اني افتح السنتر للموديل. طب حلو قوي، بنعمل بقى لوكال فايل ازاي؟ سهل جدا جدا، بصوا كده مع بعض. فايل اوبن، فين السنتر الموديل؟ ادي السنتر الموديل اهو، كان على ديسكتوب تريننج سنتر اهو، كليك عليه مره ونيجي هنا اهو تحت كرييت نيو لوكال، هلاقي هادي ايه تشيكد كرييت نيو لوكال مالها تشيكد، وهي تشيكد كده يبقى انت كده بتعمل ايه لوكال فايل. طب لو غصب عني قمت عامل كده، كده انت بتعمل ايه؟ كده انت فعليا بتفتح السنتر الموديل. طب لو فتحت السنتر الموديل ايه اللي هيحصل؟ لو احنا تيم مثلا من ثلاثه، التيم اللي من ثلاثة دول لو في واحد من الثلاثة فتح السنتر الموديل، باقي التيم مش هيقدر يشتغل. كويس كده؟ باقي التيم ماله؟ مش هيقدر يشتغل. حلو قوي، يبقى كليك كده وبعدين كريت عامل ايه؟ كليك كده كريت نيو لوكال. كليك على السنتر الموديل وبعدين تشيك على ايه؟ كريت نيو لوكال. كليك اوبن، نشوف كده ايه اللي هيحصل في اسم الفايل. حلو جدا، شايفين المنظر اهو. تريننج سنتر داش سي ام داش ار 21 اندر سكور، وادي اليوزر نيم اهو. بص كده مره كمان، تريننج سنتر داش سي ام داش ار 21 لحد قبل الاندر سكور، ده مين؟ ده السنتر الموديل، ده اسم السنتر الموديل اللي احنا سميناه في الفيديو اللي فات. طب اندر سكور ده مين؟ ده اليوزر نيم. اليوزر نيم ده جه منين؟ جه من هنا اهو، فايل اوبشنز، ادي اليوزر نيم اهو. تمام، طب حلو جدا، عايز اتاكد ان انا ماشي بقى صح ولا غلط. تعالى بقى على كولابوريت، احنا في سنتر الموديل اتاكدنا احنا ماشيين صح ولا غلط منين؟ لقينا ريلين بعد ما خلصت كرييشن السنتر الموديل، لقيت ريليكش اول ماين شغاله، ولقيت كمان سينكرونايز والسنترال شغاله. حلو قوي، يزيد ايه في اللوكال فايل؟ يزيد ريلود ليتست. يزيد ايه؟ يزيد ريلود ليتست. طب ايه بقى الحاجات دي؟ يعني ايه سينكرونايز والسنترال؟ يعني ايه ريلود ليتست؟ ويعني ايه ريلينكش اول ماين؟ تعالى كده نفتح صورة لطيفة كده، لو عملنا سيرش على ريفت ورك شيرينج، بصوا مثلا الصورة وليكن زي دي. خلينا ممكن نرجع نشوف واحدة تانية، هي كفاية قوي كده، مش محتاجين أكتر من كده. ده إيه؟ زي ما اتفقنا ده السيرفر بتاعنا اللي موجود عليه السنتر الموديل. كويس جدا، مين التلاتة دول؟ التلاتة دول التلاتة تيم ممبرز. في نقطة احنا محتاجين نأكد عليها، إن اللي احنا بنشرحه ده احنا بنسميه تريد أورينتد. يعني إيه تريد أورينتد؟ يعني تيم أركيتكتشر ليهم سنتر الموديل خاص بيهم، تيم ستراكتشر نفس الكلام، تيم البلامنج، تيم الفاير، تيم الاتش فاك، وتيم كهرباء، كل واحد ليه السنتر الموديل بتاعه. كل واحد ايه؟ ليه السنتر الموديل بتاعه، وكل تيم من كل تريد ليه اللوكال فايل بتاعه. ليه ايه؟ اللوكال فايل بتاعه. طب احنا كده بنشرح ايه؟ احنا كده بنتكلم في تريد واحده وليكن مثلا الكتريكال. كويس كده؟ فده السيرفر اهو اللي عليه السنتر الموديل، وابتدى قصه هنحكيها سوا مع بعض، ان انا عندي تيم مكون من ثلاثه، ادي اول يوزر، تاني يوزر، تالت يوزر. طيب حلو قوي، اول كوماند اتكلمنا عنه حاجه اسمها ايه؟ سينكرونايز والسنترال. قبل ما نبتدي نشرح الاوامر، خلي بالك من حاجه، كل الاوامر اللي هنقولها دلوقتي اليوزر اللي هيعملها فانكشن الامر هتتعمل عنده هو. فانكشن الامر هتتعمل ايه؟ هتتعمل عنده هو، مش هتتعمل عند باقي اليوزرز التانيين. ممتاز، طيب نبتدي باول كوماند عندنا وهو ايه؟ سينكرونايز والسنترال. طيب ايه موضوع بقى سينكرونايز والسنترال؟ احنا شغلنا الناس اللي هتبتدي تشتغل هشتغل على السنتر الموديل؟ لا، لان احنا اتفقنا السنتر الموديل ده ايه؟ ما يتفتحش، محدش يفتح السنتر الموديل، وحالا هنعرف السنتر الموديل ليه ما يتفتحش. طيب بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على اللوكال فايلز، كل واحد من التيم بيبتدي يشتغل على اللوكال فايل بتاعه. طب ممتاز جدا، اللوكال فايل بتاعه عشان ينقله، بينقل الشغل من اللوكال فايل بتاعه
للسنترال موديل عن طريق كوماند اسمه ايه؟ سينكرونايز وذ سنترال. سينكرونايز وذ سنترال، فين سينكرونايز وذ سنترال؟ اهو كولابوريت، كل اوامر الورك شيرنج محطوطه تحت كولابوريت. كولابوريت سينكرونايز وذ سنترال، كليك عليها اهو. بص احنا قلنا ايه في الاول؟ ثلاث حاجات في الفيديو اللي فات عن السنترال موديل، محدش يفتحه، محدش يغير الباس بتاعه، ومحدش يغير الاسم بتاعه. طيب محدش يفتحه ليه؟ لو في اي حد، بصوا كده نرجع للصوره دي، هنرجع لها كتير قوي الفيديو ده. لو اليوزر ده فاتح السنترال موديل، بكل بساطه الاثنين يوزرز التانيين مش ايه؟ مش هيعرفوا يشتغلوا. اي يوزر من الثلاثه، ولو اليوزر رقم اثنين فاتح السنترال موديل، يوزر رقم واحد مش هيقدر يشتغل، ويوزر رقم ثلاثه برضو مش هيقدر يشتغل. طيب ممتاز جدا جدا. لو جينا كده اهو الريفت، ليه مش بفتح السنتر الموديل؟ زي ما اتكلمنا، ادي لو واحد من الثلاثه يوزرز دول فاتح السنتر الموديل، الاثنين التانيين مالهم؟ مش هيعرفوا يشتغلوا. مش هيعرفوا ايه؟ يشتغلوا مش هيعرفوا يشتغلوا، يعني ببساطه مش هيقدروا يعملوا سينكرونايز، لان في واحد من اليوزرز هو فاتح السنتر الموديل. طب ادي اول حاجه للسبب ده، انا مش بفتح السنتر الموديل. طب السبب الثاني ايه؟ تعال نشوف كده. ده باث السنتر الموديل، كويس كده. الباث ده كل مره اي يوزر لما بيجي يعمل سينكرونايز وذ سنترال، ايه اللي بيحصل؟ الريفت بيروح يتشيك على حاجتين، السنترال موديل موجود في الباث ده تمام. طب السنترال موديل بنفس الاسم ده اللي احنا سمينا بيه سنترال موديل تمام، لو لقى الشرطين دول متحققين يبقى السينكرونايز والسنترال هتشتغل. لو لقى الشرطين دول متحققين يبقى سينكرونايز والسنترال ايه؟ هتشتغل. طب حلو قوي، بتعمل ايه سينكرونايز والسنترال؟ بتنقل الشغل من اللوكال فايل لمين؟ للسنترال موديل. كليك اوكي وكده انا عملت سينكرونايز. طيب ممتاز، حلو جدا جدا، ماشي. تعالى نرجع للصورتين. يبقى انا لما دوست سينكرونايز والسنترال ايه اللي حصل؟ الشغل اتنقل من اللوكال فايل ده، راح لمين؟ راح للسنترال موديل. شغل اتنقل من اللوكال فايل راح للسنترال موديل. مره كمان اليوزر اللي هيعمل سينكرونايز والسنترال هو بس اللي شغله هيتنقل من اللوكال فايل بتاعه للسنترال موديل. طب بقيه اليوزرز شغلهم هيتنقل من اللوكال فايلز بتاعتهم للسنترال موديل؟ لا، يتنقل امتى؟ لما هما كمان يعملوا سينكرونايز والسنترال. طيب نتنقل للامر الثاني وهو ريلود ليتست. نتنقل للكوماند الثاني وهو ريلود ليتست. بيعمل ايه ريلود ليتست؟ بيعمل العكس، بينقل الشغل من السنترال موديل لمين؟ لللوكال فايل. بينقل الشغل من السنترال موديل لمين؟ لللوكال فايل. بمعنى ان اليوزر اللي هيختار او اللي هيعمل ريلود ليتست هو بس اللي الشغل او الابديتس اللي حصلت في السنترال موديل هتبان عنده في اللوكال فايل بتاعه. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلينا نحط مثلا سيناريو كده، يوزر رقم 2 ويوزر رقم 3 عملوا بروجرس على الموديل بتاعهم، رسموا كيبل تريز، رسموا كوندوتس، حطوا لايتنج فيكتشرز، حطوا مثلا انوتيشنز، حطوا دايمنشنز، اي حاجه ايا كان ايه هو البروجرس تمام. فابتدى البروجرس ده لما داسوا، لما كل واحد فيهم داس سينكرونايز والسنترال، ايه اللي حصل؟ الشغل اتنقل من اللوكال فايل بتاعهم، راح لمين؟ راح للسنترال موديل. عظيم جدا جدا جدا. طب هل في اللحظه دي يوزر رقم واحد قدر يشوف الابديتس اللي حصلت على السنتر الموديل؟ الاجابه لا. حلو قوي، طيب يشوفها ازاي؟ يشوفها لما يبتدي يكلك ايه، او لما يبتدي يختار على ريلود ليتست. فين ريلود ليتست؟ اهو برضو في الريفت. فين الريفت؟ اهو تحت كولابوريت، ادي ريلود ليتست اهو. خلاص، يبقى ريلود ليتست عمل ايه؟ عمل عكس اللي عمله سينكرونايز. ريلود ليتست عمل عكس اللي عمله سينكرونايز. ازاي؟ ادي الصوره بتاعتنا اهو. سينكرونايز عمل ايه؟ جاب الشغل من السنتر لللوكال. انا اسف، سينكرونايز عمل ايه؟ نقل الشغل من اللوكال فايل للسنتر الموديل. طب ريلود ليتست عمل ايه؟ نقل الشغل من السنتر الموديل لمين؟ لللوكال فايل. كويس كده؟ طيب تعالى كده نفتح سينكرونايز تاني اهو. كولابوريت سينكرونايز والسنتر، هنلاقي هنا خلاص اهو عرفنا ده الباث اللي بيعمل سينكرونايز عليه. حلو قوي، وهلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ سيف لوكال فايل بيفور اند افتر سينكرونايزنج والسنترال. يعني قبل وبعد البروسيس بتاعت السينكرونايزيشن اللي ما بين اللوكال فايل وما بين السنترال موديل، اعمل لي سيف لمين؟ اعمل لي سيف لللوكال فايل. اعمل لي سيف لايه؟ لللوكال فايل. عظيم جدا جدا. يبقى سينكرونايز والسنترال الحقيقه بقى دلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيعمل الثلاث اوامر دول. يعني ايه؟ تعالى نفتح الصوره بتاعتنا تاني. اول حاجه بيعملها سينكرونايز والسنتر اللي هي بينقل الشغل من اللوكال فايل لمين؟ للسنتر الموديل. ادي اول حاجه.
تاني حاجة بيعملها اللي هو بيعمل له ريلود ليتست. ايه اللي بيعمل له ريلود ليتست؟ بيجيب الشغل من السنترال موديل لمين؟ لللوكال فايل. واخر حاجة بيعملها سينكرونايز والسنترال هي سيفنج لي اللوكال فايل بيفور اند افتر السينكرونايزنج والسنترال. تمام كده؟ يبقى نرجع للريفت تاني. لما كليك كده اوكي كده سينكرونايز اهو اتعمل. ايه اللي حصل في الامر ده؟ تلات حاجات زي ما اتفقنا، الشغل اتنقل من اللوكال فايل ده راح للسنترال موديل، والابديتس اللي حصلت على السنترال موديل نتيجه السينكرونايزيشن مع السنترال موديل من بقيه اليوزرز التانيين ابتدت تجي لي من السنترال موديل لللوكال فايل بتاعي. واخر حاجه حصل ايه؟ حصل ان انا عملت سيف بيفور اند افتر سينكرونايزنج والسنترال. طب تعالى نتست الكلام ده كده نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. خلينا نرسم وليكن مثلا كيبل تريز، بس محتاج ان انا اظهر الكيبل تريز بتاعتي اهو. هعمل مثلا اهو سيستمز كيبل تري، خلاص هرسم كيبل تري كده مثلا بالمنظر ده كده كده كده. حلو قوي. ده ايه؟ ده لوكال فايل ولا سنترال موديل؟ بص كده اعرف منين اهو، لقيت هنا اليوزر نيم يبقى ده لوكال فايل. حلو. ابعت الشغل ده بقى ازاي للسنترال موديل؟ عادي جدا جدا، كولابوريت سينكرونايز والسنترال، وبعدين نكليك ايه اوكي. ايه اللي حصل كده؟ الشغل اتنقل منين؟ من اللوكال فايل راح لمين؟ راح للسنترال موديل. طيب هنعمل سيميوليشن، طبعا احنا ده مش هيحصل في الشغل، بس هنعمل سيميوليشن وهروح افتح السنترال موديل اشوف فعلا الشغل اتنقل له ولا لا. تعالى نفتح ريفت سيشن ثانيه كده مره كمان. انا بفتح السنترال موديل المره دي علشان اتست اذا كان الشغل اتنقل، او عشان اوريكم، مش عشان اتست ولا حاجه، هو الشغل فعلا اتنقل، بس ده عشان الديمنستريشن بتاعنا، عايز اوريكم ان الشغل فعلا اتنقل من اللوكال فايل راح للسنترال ايه؟ للسنترال موديل. بص كده اوبن، لو كنا هنا كان على الديسكتوب تريننج سنتر، ادي السنترال موديل بتاعنا اهو. انا مش هعمل كرييت نيو لوكال، انا عايز افتحه، وهفتحه زي ما اتفقنا عشان الديمنستريشن كده. كليك اوبن. شايفين ايه اللي حصل؟ اهو الشغل فعلا اتنقل ايه؟ من اللوكال فايل للسنترال موديل اهو. ده سنترال موديل اهو، شايفين مفيش يوزر نيم، لكن لو عملت كده مينيمايز ده اللوكال فايل ده فيه يوزر نيم. طب لو جيت على الكيبل تري دي مثلا، تعالى نعمل ابديتس تاني، هاخد برانش مثلا من هنا واخد برانش تاني من هنا، عايز انقله على السنترال موديل، هعمل ايه؟ كولابوريت سينكرونايز والسنترال، كليك اوكي. هات كده السنترال موديل تمام. هنعمل ايه؟ كليك على كولابوريت سينكرونايز، بص كده اوكي. تعال نجرب تاني. ليه السبب ده؟ عشان انا فاتح السنتر موديل زي ما احنا شايفين اهو، الحاجه ما اتنقلتش، فانا هقفله تمام. نرجع نفتحه تاني، هو اللي كان سي ام ده كده. لا انا عايز افتحه، هو ده تشيك اوكي. بصوا فعلا اهو الشغل اتنقل. طب ليه ما كانش اتنقل قبل كده؟ عشان احنا كنا فاتحينه وعملنا سينكرونايز، عشان كده الشغل ما اتنقلش تمام. طيب انا هتخيل اكن ده صحيح ان هو سنتر موديل، بس اكنه لوكال فايل، وهيجي يوزر من اليوزرز هيعمل كده مثلا، هياخد مثلا برانش من هنا مثلا كده، ياخد برانش مثلا من هنا كده. عظيم جدا جدا. طيب عايز ينقل الشغل ده اكنه هينقله للسنترال موديل، هيروح كولابوريت سينكرونايز والسنترال اوكي. حلو، اتفقنا ايه؟ اكن ده لوكال فايل ليوزر تاني. طب تعالى نعمل مينيمايز ونرجع بقى لللوكال فايل الاولاني، نعمل ايه؟ ريلود ليتست عشان نشوف الشغل، او سينكرونايز برضو نشوف الشغل، الاقي اهو فعلا ايه الشغل ده. يبقى كده احنا اتعلمنا ايه؟ سينكرونايز والسنترال بيجيب الشغل او بينقل الشغل من اللوكال فايل للسنترال موديل، ريلود ليتست بينقل الشغل من السنترال موديل لللوكال فايل، وكمان سينكرونايز والسنترال بيعمل ايه؟ بيعمل سينكرونايزيشن وبيعمل ريلود ليتست وكمان بيعمل سيف لوكال. كده احنا خلصنا
الجزء التاني من الورك شيرنج هو الكرييشن بتاع اللوكال فايل والاوامر بتاعه الكولابوريشن. يتبقى في كمان فيديو هنبتدي نتكلم عن الورك سيتس، هنبتدي نتكلم عن الورك سيتس. شكرا واشوفكم في الفيديو اللي بعدين ان شاء الله.